هاي السنه الاقبال على المشتريات بصوره قويه، يعني مشتريات العوائل قاعد تتبضع تسوق هالسنه مال الكريسماس مو مثل ذيك السنه راحت. بالنسبه للسنه الماضيه ما قدرنا احنا نحتفل، كانت اوضاع مال كورونا ومنعت الجوال وكذب هالسوالف هاي، فقضيناها ما نقدر لا طب ولا طلعه، بس السنه ان شاء الله سنه خير والسنه احسن من الراحات. وهاي احنا قدامك جاي نشتري هدوم وغراض للجهال، وان شاء الله يا رب سنه خير على الشعب العراقي. ذيك السنه كانت اغلاق عام يعني بالشوارع، بس ما احتفلنا ذيك السنه بسبب الوباء، فكان يعني اكو احتفالات، بس هالسنه اقبال اكثر على الاحتفالات، فاحنا وين الناس؟